شوفوا كيف هالفكرة ها؟ شوفوا كيف؟ تعال تعال. اوه صح ما اقدر اقتلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر وبندرتا. اليوم انا ضيف في قناة ترو جيمنج. اوه ماي جاد، ما ادري ليه شباب احس اني متحمس. للي ما يعرفني شباب، اسمي بندر، عندي قناة في اليوتيوب انزل فيها العاب منوعة زي ماريو ميكر وفورتنايت، لذلك راح احط لك القناة في الوصف اذا كان حاب انك تشيك عليها. وإذا أنت تعرفني، هذه قناة ترو جيمنج، قناة جدا رهيبة، محتواهم فخم جدا. من الآن أنصحكم أنكم تشتركون فيها. في لعبة سوبر ماريو ميكر تقدر أنك تسوي مرحلة الماريو من أجزاء مختلفة والناس تلعب مراحلك، لذلك أنا دائما ألعب المراحل اللي يكتبوها لي المتابعين في هاشتاج في تويتر ميكرت إكس. ما نطول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا ننطلق. أوكي شباب، أول مرحلة من عمر، اسم المرحلة يو كانت دو إت مندرت إكس. من البداية كذا انت ما تقدر ترى تفوز. لعبوا المرحلة 79 وفاز واحد بس، فهل راح نقدر نفوز ام لا؟ يلا اكيد راح اقدر افوز، انا متأكد انها سهلة لانه هو قال اصلا هذه اول مرحلة يسويها. اوكي في ست مفاتيح. لا ياهو يا جماعة، في التغريدة قال هذا اول اسبوع لي. قد تعلم هذه؟ هذه مستحيلة يا جماعة، صعبة دي، هذه حركة صعبة بس والله صعبة يا جماعة. لازم انزل في وانط فوقها، مستوعبين حتى في الفيزياء ما تيجي. بسم الله اخ، والله اني كان اضبطها. فين الاحتراف يا بندر؟ اوه لا فوتت المفتاح. دقيقة دقيقة، عندي طريقة. شوف كيف الذكاء. يبغاني اجري، لكن انا راح افكر خارج الصندوق، ما راح اجي حاجه من فوق. لو نزلت توقعون اموت. اتوقع عرفت، بما انه هو مره محترف اتوقع يبغى الثلاث نقزات مدري ايش، صح؟ اوكي لا هو يبغى، ايوه هذه اللي يبغاها صح. اوكي ضبطناها، بسيطه جدا. ها كذا اسوي كذا، قلبي جد. طيب اوكي اوكي، ارجوك يا سلام عليك اصلي. طيب هدي، والله اني توقعت هذه حق الطيران، هذه ما اعرف لها كثير. طيب ارجوك تشيك بوينت اهو. مين رمدين هذه رهيبة. هذه سر في اللعبة ما يطلعوها الا الاساطير زي يعني. اوكي ضبطتها من اول مرة، حلو. لا 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 تروحين علي. اوكي يا رب. اوكي اتوقع اني احتاجه مرة. لا ممكن ما عاد احتاج. طيب ايش ذا؟ كيف انقز؟ كذا؟ هذه حركة برضو صعبة. والله أول أسبوع له قد جاب ذي الأشياء الصعبة. كيف كان أسوي هذه شباب؟ أوكي شوفون. أوكي يا سلام أضبطها يا بندر. أوكي تشيك بوينت، أرجوك تشيك بوينت. يوهو قلبي والله لو أموت والله. سلام وبعدين ايش اسوي؟ لا تقول لي في حاجه سريه. شو تقول في اوكي البسها. ها حلو، يا سلام ارجوك تشيك بوينت، ارجوك يا اخي. ليه ما في تشيك بوينت؟ نفس الحركه يبغى شكله. اوه دقيقه اقدر. اوكي حلو ها. ايش فيه؟ يهو أوه! طيب خذ هذا. لا تقول لي هذا التحدي الاخير لانه ما اقدر ترى اسوي هذا الشيل بامب مدري ايش، شيل جمب مدري ايش، ما اقدر اسوي هذه. تعالي ها يا سلام. طيب واو ايش اسوي؟ يا رب يا كريم.
دائما لازم تحفز نفسك، شوفه من دحين من اول مره راح اقولها. والله اصلي. بس فين؟ يا سلام، والله اني لعيب يا جماعه. اوكي تمام تمام. حط هذا هنا. ايوه كم امي كم كم امي. اوكي انا فهمت فهمت ايش يبغى، بس والله صعبه يا جماعه، والله صعبه. بسم الله. والله اني فاهم يا جماعه، والله ليه كذا؟ ليه ما في تشيك بوينت؟ يا رب يا رب تضبط هذه الميضه يا رب. حتى ما قلبي قلبي يا جماعه الخير. يلا شباب نقول ان شاء الله ان هذه المره تضبط، عندي امل عندي امل. يلا بسم الله. لا كان باقي ضربه واحده وتوصل هنا تحت وخلاص وشوف الفوز. يلا اخر مره اخر مره يا جماعه. بسم الله. اوه شباب ارجوك تفجر ارجوك. الحمد لله الله يا جماعه الفوز. اوه ماي جاد يا جماعه ايش الرك. والله يا اصلي هو يا جماعه تصدقونها زي هذه المراحل ما خلصها بقناتي الا نادرا، دايم يا الاحتراف والله. يلا تستاهل نجمه، مع ان المرحله والله صعبه مره. اوكي شباب المرحله اللي بعدها من محمد، وبرضه هذه اول مره يسوي مرحله، لكن ان شاء الله انه مو زي اللي قبل. قال اول اسبوع لي العب مدريش وجاب لنا جل. اسم المرحله ان ذا سكاي، لعبوها 14 وفاز واحد بس. يلا بسم الله يا رب سهله يا رب. اوكي ما ادري ليه انا مطمن. ايوه اوه حلو، حسبت انه مقلب. واو طيب دقيقه دقيقه، هذول ما يموتوا لازم انقص بس كذا عليهم. واحد اثنين ثلاثة. ضبطها والله التايمينج يا شباب، هذه فكرة. هنا اوه لا ياهو اكره ذا. ايوه دقيقة ممكن احتاج اسحاب على طول. ما دقيقة يا جماعة الزهرة هذه شكلها عندها المفتاح وانا ما عندي نار عشان اقتلها، يعني احتاج شوفوا الفوز. لازم ما اخسر الوردة اللي اخذتها في البداية. يلا ما عليه ما عليه نجيبها نجيبها. يلا طيب دقيقة هدي. ايوه شوف كيف توقع هذه المرة حجيبها اسرع. ها شوف كيف. ايوه تمام يا سلام يا سلام. الله اوكي انتبه من ذا. ايوه قتلته بسرعة دين. اوه قتلت ذي برضو. اوكي خلاص يلا يلا الفوز صح؟ لا باقي. طيب اوه تشيك بوينت. طيب هذه برضو واحدة ثانية، بس اتوقع انه حيسوي نفس الحركة انه ما لازم ما اخسر هذه. هذول الصناعي يا شباب انتبه منهم. يا الله يا هذا حيطارد. اوكي طيب يهو يهو لا تقول لي لازم ما اخسرها ارجوك. يا اوكي دقيقة يا اخي ايش ذي الزحمة؟ ايش ذي الزحمة يهو؟ يا انا ميت انا ميت. شوف كيف دحين الاحتراف ما راح حتى احصل لي دقة من ذولي. ها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اوه ماي جاد اوكي يا رب ما احتاجها والله مع هذه الزحمة، المفروض انه ما احتاج ذي. يهو اوكي فين باوزر باوزر يا جماعة، بس لازم اقتل هذا اللي عشان ايوه ايوه اقدر اتعداه اسحب عليه. اوه عنده مفتاح عنده مفتاح يا جماعة. طيب اوه لا 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 دقيقة اقتل هذا عشان برضه ما يقتلني. ضربة واحدة اموت يا جماعة ضربة واحدة اموت. اعطيك هذا ايوه نور نور اجله دجله دجله. اوه في هنا ناس برضه. يا الله عندي فكرة. شوفوا كيف هالفكرة. ها شوفوا كيف. تعال تعال. اوه صح ما اقدر اقتلهم. هذه المرة ركز شوف حرمي كذا. ايوه ايوه بس 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 حليت المشكلة. ايوه لا والله اوكي ما علي ما علي ما علي بندر يلا روح روح روح. ايوه ايوه دين والله دين. احاول اني ما افقد المشروب راح احاول اني ما افقد. ايوه اوكي 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 عجبني. يا كلب يا كلب هذا العناء كله في لقب كذا. قتلهم هذول اللي لفوا اول حاجة. قتلهم قتلهم دقيقة عشان ما يزعجون مرة ثانية. ايوه اوه جماعة شفتوا مع العصا. اوكي اوكي ما ادري اي تسرع هذه الكبيرة ولا الصغار.
ابلع 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 وابلع برضو يلا موت خلاص. دقيقة 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 ابلع. الله اصلي اصلي يلا يلا هرب من هنا هرب هرب هرب. اوكي يا رب الفوز يا رب الفوز. ها لا حسب ما ادري ليه جف بالي انه رجعني الله ما ادري ليه جف بالي انه رجعني لنفس المكان اللي هو. يلا مرحلة حلوة والله الله. وبعدين انا نيو ريكورد دايم ابلع نجمة. يلا المرحلة اللي بعدها يا شباب اعطاني دبليو اكس بي. هذه مرحلة صعبة بالنسبة لك سهلة لانك محترف. مو انا اللي صممتها. اسم المرحلة جمب ان سبرينجز. لعبوها 6200 واحد وخلصها 453. يلا يا رب يا رب نفوز فيها بسم الله. الله يستر. بس 20 ثانية على طول. ايش ذا؟ ايش ذا؟ شكله لازم انقز فوق السبرينج مدري ايش ذا. دقيقة اوكي طيب انت تستطيع انت تستطيع اوكي. اوه هذه سريعة مرة هذه سريعة. يلا 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 بسم الله اوكي تمام. ذبابة ذبابة بعيد عن اوكي. يلا روح روح روح. يا حيوان يا حيوان يا حيوان والله اوكي خلص الوقت بسم الله يا الله اوكي تمام. يلا ها 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 انت تستطيع ابد. هذه انقص يا سلام اوكي. هذه برضو انقص حلو حلو. بسرعه 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 بسرعه. اوه اجمع اجمع يا الله خلص الوقت والله. حسني اقدر حسني اقدر. يلا يا جماعه ها اوكي. شوف السرعه كيف السرعه. الباب يا جماعة شوفوا توقع هذا الفوز على طول وراه. اوكي اربع ثواني اربع كم ثواني ما ادري ما اشوف. نفس المكان لو فتحت الباب افوز لو فتحت الباب افوز. انا متاكد اني اقدر افوز انا متاكد انا متاكد. يا الله ذبابه جلطت امي. يا الله اوكي واو عرفت هذه امشي يا جماعه شكله ما يحتاج انقز. يلا 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 احس ان هذه المره حضبطها. احس هذه المره هذه المره تاخرت. اوكي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. شكله لما انقز شوف شوفوا لما انقز لو مشيت اموت. حسبت الناحيه. اوكي هذه تمشي يا سلام خلاص 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 ان شاء الله ضبطناها ان شاء الله ان شاء الله. روح ما يوقف يا بنتر ما يوقف. ها والله ما ينقز والله لو ما تنقز زي الناس لان تفش انا بقذح هنا يا حيوان. يلا اوكي اوكي هذه المره حتضبط باذن الله. يا اخي انقز يا اخي. هذه المرحله يضبط باذن الله ان شاء الله. والله يا جماعة ما توقعتها تكون مرة صعبة لذي الدرجة. وليك المدح اللي في البداية يا بندر انت محترف تقدر مدري ايش. صدقت انا هذا الكلام. اوكي. خلنا استخدم هذه توقعت خليني اسرع مدري. والله ممكن ترى ممكن. اوكي يا رب يا رب يا رب يا رب. والله ضغطت سهم فوق على طول اول ما وصلت للباب. اجزاء من الثانية اجزاء من الثانية. يلا يا بندر تقدر خلاص والله وصلت عند الباب يا جماعة. اوكي هذه هذه تفرق اكيد بس لازم اعرف متى بالضبط كذا. ايوه ممتاز هنا تباطأت شوية بس يلا ان شاء الله نقدر. ليه ليه كذا ليه؟
أرجوك يا أخي أرجوك. يا رب يا رب. أرجوك فوز أرجوك. He's dead.